أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: من هم الذين يدعون إلى التحذير من مذهب السلف وفصل آخر الأمة عن أولها الذين ذكرتموهم لكي نحذرهم؟ كثير يا أخي من الكتاب الآن يقولون: ما حنا ملزمين ترجعون للحجاب وترجعون لأقوال العلماء اللي يقولون هذا حرام وهذا حلال، ما حنا ملزمين ترجعون للعصور الوسطى، يسمونها العصور الوسطى. والعصور الوسطى وين هي؟ هذه عند النصارى، هم جابوا العبارة هذه وطبقوها على المسلمين والعياذ بالله. يجيبون العبارة ولا يدرون ايش معناها، يسمعون النصارى يقولون العصور الوسطى وهم يقصدون عصورهم هم، جابوها وطبقوها على الإسلام والعياذ بالله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.